سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معانا. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم، شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متاكد؟ اكيد في حاجه غلط، في سوء تفاهم، اختار مش مظبوط. لا مفيش حاجه غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما احنا معانا اذن من النيابه. انا اسف يا فندم مره تانيه، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم اكيد في حاجه غلط. استنى شند، مع اذن النيابه فعلا. المهم يا مدخول، خلاص يا ماما مفيش حاجه. طب يا حسام عايزها؟ في حاجه غلط اكيد، هعرف فيه واجي على طول، ما تقلقوش. يلا ماشي يا باشا، تحت امرك. توكل على الله. اتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع. يلا خلي بالك من نفسك، خدي امك وادخلي. يلا اتفضل يا باشا، امشي قدام. اتفضل يا بيه، البيت كله قدامك، حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. كسروا في البيت كمان، كسروا في البيت. هاجي اساعدكم يا باشا، مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاعي؟ كنت جايبه ايام الله يرحمها، حته من جهازي. اي نعم، يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي؟ الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه. مش حسام بيه، احنا اسفين، مضطر اقبض عليك. معتز اخوكي فين يا منيره؟ ده وحشني قوي. اصله في مأمورية يا حاج، واول ما يخلصها هيجي لك على البيت على طول. ما انت عارف يا حاج ان وقته مش ملكه. والله يا حاج معتز ده صعبان عليا قوي قوي. ربنا يعينه ويديله على قد نيته. ناولين العصايه عشان اخش الحمام قبل ما نروح. اتفضل يا حاج. يا قوي أساعدك يا حاج؟ لا خليك يا حبيبتي. والله ما أنا عارف أقول له معتز إزاي. ومين سمعك يا حبيبي؟ والله ده أنا قلبي بيتقطع عشان الحاج. لا بقول لكم إيه بقى، ولا قلبك اتقطع ولا حاجة، سيبونا الطلعة دي ومحدش له دعوة، أنا أجيبها له وش كده سلكاوي. ولا طلعة ولا نازلة، تعرف تتكتم وتخرس خالص. جرايه يا منيرة، إيه لك كاتب ده؟ بعدين ده انا بهدي نفوس. اوعى اوعى حد يقول له المعتز مات. لو ده لو شاف الخبر هيطب مننا. اوعى ساكت. طب تفسر بايه وجود صندوق الفلوس اللي لقيناه في شقتك؟ قلت المعاليك 100 مره ما اعرفش عنه حاجه. امال دخل شقتك ازاي؟ نقول تاني، سعادتك الصندوق بتاعي ملكي، اللي جوه الصندوق انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني بالبلدي كده سعادتك حد حط الفلوس دي جوه الصندوق. بس المعمل الجنائي أثبت بالمعاينة إن مفيش أي كسر في كالون الباب، ونوافذ الشقة كلها سليمة، يعني اللي دخل دخل بالمفتاح. ما عليك، إحنا بشر بني آدمين وأجل من لا يسوى، ممكن أكون نسيت باب مفتوح، شباك مردود، واللي دخل دخل منه يا فندم. ده وارد برضه. بس المعمل الجنائي أثبت عدم وجود أي بصمات لأشخاص مجهولة داخل شقتك. يا باشا إحنا رجال قانون، وأنا رجل شرطة. يعني بالوايم كده اللي هيدخل يعمل عاملة زي دي، لا هيسيب بصمات وراه، يا إما هيلبس جوانتي. أنا عملي كرئيس نيابة مبني على البراهين والإثباتات، مش بالوايم يا سيادة المقدم. بقول لك إيه؟ ما تعترف. يا باشا ما يصحش كده يا فندم، ما يصحش كده. والله العظيم ما أعرف حاجة عن الفلوس دي.
ثبت بالمعاينه وجود مبلغ 250 الف جنيه جوه الصندوق، واقرار الذمه الماليه اللي انت قدمته خالي من المبلغ ده، وده معناه ان في شبهه تواطؤ بينك وبين مجموعه المهربين. يا فندم مجرم، مجرم انا قابض عليه قبل كده 100 مره، طبيعي انه يعمل كده يا باشا. وبعدين يا فندم انا ليا اسم في الداخليه، حضرتك تقدر تسال زمايلي عندي وتشوف ملفي، يقول لك مين حسام الهلالي. بقول لك ايه؟ اهدى بقى كده وقول لي ايه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بيها الاداره بتاعتك عن مجموعه المهربين دول. كنت زارع وسطهم واحد سعادتك، يعني بالبلدي كده مرشد، بيجيب لي اخبارهم اول باول. اسمه ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اسمه طاهر المشطيه يا باشا. بس من فضل ما عليك لو هتستدعيه تستدعيه في سريه تامه. ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاطشة هيذبحوه وهيغيروا سيستم شغلهم كله، ونرجع من تاني بقى حوريني يا كيكا والسلاح يملى البلد. وهو كذلك. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا فندم، سعادتك لديك اوامر تانيه. امرنا نحن بشيام رشوار رئيس النيابة استدعاء السيد طاهر المسطيهي المشار إليه في المحضر لسماع شهادته في سرية تامة، كما أمرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيق، وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. اتفضل سعادتك امضي على المحضر. يا بنتي ما أنا ما أقدرش أسيبك لوحدك أنت وبنتك في الظروف دي. البنت بتبقى عليها عين والأرملة عليها 1000 عين تراقبها، يعني لازم اقعد معاكي، وفي نفس الوقت ما اقدرش اسيب اخوكي مع الحرباية اللي اتجوزها دي وجابها لنا. والله ما انا عارفه اعمل ايه. عارفه يا ايمان، اسلم حل ان احنا نقعد كلنا مع بعض. يا ماما هو انا ناقصه اعرف اكتر من اللي انا فيه ده؟ يا رب خدني وخلصني. شر عليكي، ما تقوليش كده، وحدي الله. سيدنا محمد رسول الله ارحمك يا معتز ويجعل مسلك الجنة. شدي حيلك يا امان. قلبي عندك يا حبيبتي، ده انا قلبي بيتقطع عشانك. اقولك نصيحة، تاخدي بنتك في ايديكي وتطبي على بيت حماكي وتقعدي على قلبه هناك، ما تطلعيش من البيت الا لما تاخدي حقك وحق بنتك تالت ومتلت. وفري نصيحتك لنفسك يا لولا. حق عليا انا اللي عايزه مصلحتي. خليكي في حالك انت اللي فيها مكفيها. اسكتي دلوقتي يا لولا. اديني سكت يا عمر، على راي المثل خير ان تعمل شر ان تلقى. علاقتك بالمقدم حسام نجيب الهلالي؟ علاقتي بيه زي الفل. زي الفل؟ وضح كلامك، يعني ايه زي الفل؟ يعني مفيش اي حاجة الا كل خير. المقدم حسام قال في اقواله ان هو اللي زرع الكعاميل وسط مجموعة المهربين، وانت اللي بتبلغوا اخبارهم اول باول، الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط مظبوط، هو اللي زرعني. حسام بيه جابني من البوفيه بتاع ادارة المباحث، ماني اصلي كنت متطوع هناك بعد الجهاديه، وعلى راي المثل يا باشي ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. وبعدين انت تحكي لي قصه حياتك؟ ماني جاي لك في الكلام يا باشي. حسام بيه استنقاني من وسط ناس يامي عشان يجندني، زي عمله رأفت الهجان كده، وعمل لي تاريخ اجرامي على قدي وبالمستندات. قال ايه؟ اني فلاح من كفر الشيخ، مع اني اني اصلي من كفر الورش بين القناطر اليوبي. وبعدين؟ وبعديه راح راميني في السجن مع فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا باشي، يا سلام، فؤاد ده كان أهم واحد من رجالة البطاش، وأني كانت كل مهمتي إني أخليه يثق فيي ويشغلني عند البطاطشة، وبعديها جاله المرض البطال اللهم احفظنا ومات. يعني حسام ما كانش له علاقة مباشرة مع منصور البطاش أو حد من ولاده؟ كدب خيبة يا باشي. قول. أني معرفش. يعني إيه ما تعرفش؟ أنت مش شغال عندهم؟ طب أنا هقول لك إيه؟ ما هو أصل حسام بيه يعني هو اللي نقاني عشان أقوم بالمهمة دي، من بعد ما كنت عامل بوفيه بقيت إيمي، يعني من الآخر جمايله مغرقاني. يعني إيه؟ عايز تقول إيه؟ وضح كلامك. يا سعادة الباشي، العين ما تعلاش على الحاجة، أني كل مهمتي هناك إني أراقب اللي بيحصل وأقوله لحسام بيه، لكن لا اقدر اساله ولا راقبه. انت
انت بالك قد ايه شغال عند البطاطش؟ بقالي سنتين، وكل مره كنت انزل فيها مصر كنت اجيب لحسام بيه كل الطلبات اللي بيطلبها مين. طلبات زي ايه؟ يعني زي ما تقول كده، شويه كركديه، على شويه فول سوداني، على شويه فسيخ. وطبعا هو كان بياخد الحاجات دي وما بيدفعش فلوسها كالعاده، وانا اقعد معاه يسالني سؤالين اجاوبه باللي في النصيب. طب من عشرتك لمنصور تعرف عنه انه ممكن يجند ناس في الداخليه لحسابه؟ ايه ده كلام برضك يا باشا؟ يعني هو لو هيجند ناس في الداخليه انا هعرف؟ ده انا هناك ماليش لازمه، ده انا هناك خدام، خدام يا سعاده الباشا، والكبير لا يمكن يقول حاجه زي دي قدامي. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا باشا. طيب وقع هنا. يعني لازما يعني حكايه توقع دي؟ طبعا، مش هي دي اقوالك؟ ايوه اقوالي، بس يعني حياه ابوك يا شيخ، وحياه نور عينيك، وحياه الغالي عندك، اللي انا قلته ده يفضل سر بيني وبينك، لان ده ممكن يروح فيه رقبتي. اطمن. الله يطمنك، الله يطمنك يا امير يا ابن الامراء يا سكر.